من بعد ما شفنا نور ستارز مرتين برمضان كمقدمة برامج على يوتيوب بخصوص الموضة والمكياج بالتعاون مع ماركات عالمية، اتكرر سؤال الجمهور عدة مرات، هل راح نشوف نور كمقدمة برامج برمضان الجاي أو أن كورونا راح يمنعنا من رؤية نور برمضان؟ حابب خبركم وطمنكم بنفس الوقت أنه رح نشوف نور برمضان كمقدمة برامج مع ماركة عالمية ولثالي مرة، فالبرنامج تصور قبل انتشار فيروس كورونا، ورح نشوف كتير مفاجآت من بينها ضيوف الحلقات من بينهم انستغرامرز وحتى يوتيوبرز مثلا دكتورة خلود، هدين مرعي، مها جعفر وخطافية وغيرهم كتار. بما أنه البرنامج ما توقف، هل يعني أنه نور ما توقف شيء بالنسبة لإلها بسبب فيروس كورونا؟ لا، توقفت نور عن العمل على أغنيتها الثانية اللي باشرت بالعمل عليها بعد نشرها للأغنية الأولى، فالكلمات والبيت والموسيقى صارت جاهزة، ولكن اللمسات الأخيرة لسه ما اكتملت وحتى الفيديو كليب لسه ما اكتمل، فما علينا إلا الانتظار لنعرف شو عم بتخبينا نور كأغنية ثانية وكمفاجآت جديدة.